المستويات متقاربه جدا. بمناسبه الكلام ده، ايه الجديد في ملف السباحه في داخل النادي الاهلي؟ بصي، انا حابه ان احنا نبرز المجهود اللي بيعمله الناس مختلفه، مش بس يعني انا عارفه ان احنا معانا بطل دولي وعالمي في كره القدم. ايوه، ما هي احنا نادي الاهلي نادي كره قدم برضو، مش هننكر ده، ولكن انا برضو بتحيزي للمكان اللي انا يعني بصراحه انا ما كنتش هبقى هنا معاكم النهارده لو انا ما عمتش في حمام السباحه بتاع النادي الاهلي وانا عندي 5 سنين. كل يوم الصبح الساعه 6، وكل يوم ده حط مجهود طبعا من العيله مش مني شخصيا لوحدي. الفتره دي كلها كنا دايما بنهتم باللي بيكسب بس. طب اللي بيكسب ده مر بمراحل، المراحل دي كل مره طفره مختلفه. عندنا سباحين قمه الموهبه وقمه الديديكيشن او الالتزام وقمه مش بس التالنت ولكن حبهم للرياضه دي، حبهم للنادي الاهلي. عنده شغف، وهقول لكم اساميهم لان انا فعلا فخوره بيهم، ويمكن بحاول اقول لهم انا اسفه والله ان انا في مجلس الاداره ومش قاعده معاكم على البسين، انا المفروض ابقى قاعده معاكم على البسين على طول، ولكن صدقوني بجد انا جوه مجلس الاداره اكن كل سباح موجود على الترابيزه. وده اللي كان يهمني في الاول، ان احنا ناخد القرارات السليمه، وبالتالي وثقنا في جهاز فني وإداري بقيادة كابتن وائل عزت، وثقنا في مدربين على أعلى مستوى، بالتالي عندنا سباحين يعني هتستغرب إن إحنا عندنا كواليتيز كويسة جدا، وأنا عارفة إنهم هيكملوا لأن دلوقتي زي ما بقولك السن بيكمل، فبالتالي نفسي إن هم ما يستسلموش إنهم يكملوا بدري. عندك كابتن الفريق احمد حمدي مثلا، ده بيعوم مع العمومي وفي نفس الوقت بيعوم في الاساتذه. عندك احمد اكرم انا من اول يوم طلع فيه وانا فخوره جدا بيه، اتمنى يعني امشي اشيل له الشنطه كل يوم للتمرين واحسسه قد ايه هو عمل ادى هوب او قدوه لناس كتير. عندك أكيد في سباحات زي هانيا مورو، زي سارة سليمان، زي محمد حجازي، علي خلف الله، محمد مصلحي، في سارة محمد، رويدة، في سباحة برضو في الطويلة ساندي أيمن في مسافة. فكل السباحين دول مش بس مستقبل النادي الأهلي، أنا كنت دايما بقول للناس إن معظم منتخبات، وده مش تحيز ده حقيقة، معظم منتخبات جمهورية مصر العربية اللي بتسافر بره مصر عبارة عن 60-70% من لعيبة النادي الأهلي. فإحنا مش بنقول دول موهبة للنادي الأهلي فقط، ولكن دي موهبة يجب أن تراعى في مصر كلها.